مساء الخير واهلا بكل اللي بيتابعوا تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. احنا موجودين مع حضراتكم النهارده في كاس انرجي للدراما في الموسم السابع، وللحقيقه الجمهور صوت عليه على مدار شهر رمضان الكريم علشان تروح الجوائز للاعمال المستحقه اللي تم عرضها خلال الشهر الكريم في 2023. خليني اقول لحضراتكم انه الكاس النهارده بيروح مش بس لتصويت الجمهور، لكن كمان في لجنه تحكيم صوتت لبعض من الأعمال. خليني أقول لحضراتكم أن أبرز الأعمال اللي هتكرم النهاردة هو مسلسل تحت الوصايا، كمان مسلسل جعفر العمدة، جت سليمة للنجمة، دنيا سمير غانم، وعدد كبير جدا من الأعمال زي الكبير قوي وغيرها. خليكم معانا على مدار اليوم عشان نوافي حضراتكم بكل المستجدات وكل التكريمات لحظة بلحظة هنا من تلفزيون اليوم السابع. كنت معكم أنا منى يحيى.